شايفه ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. ايوه ده السعيد اللي انت عملته ده، انت اتجننت. اول مره عديتها قلت يمكن مش قصده، لكن قبل دقيقه ما تعدي بتطلع منك لعيبه تاني. اعوذ بالله بنت الاصول، وانا بتاع كده برضه. شايف الزنقه اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه ولا لحم مر وممكن ارمي بره المحل ده رميت الكلاش. حط صوتك يا نصفا، الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا هشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجه زي كده انا ممكن اسامح فيها، بس في حاله واحده بس، حلال. الحلال وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل تلات حاجات، شرف، أمانة، يكون ذكر. اللي فيه التلات حاجات دول يبقى سيد الناس. طب اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا لو في نصيب مش قبل سنه، بس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع انت شايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فتحة. نقرا، بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي.